في ناس برضو اللي مش فاهمة تقول لك رجيم التثبيت. لا، انت مفروض لما بتروح عاوز تخس 5 كيلو او عاوز تخس 100 كيلو بتروح لدكتور. الدكتور ده بيعمل لك رجيم لمدة 2 أو 3 أسبوع او شهر او سنة. لو عايز تخس 60 كيلو محتاجة سنة. في هذه الاثناء ركز معاه قوي، بيكون بيغير لك دماغك، يحببك في حاجات حلال ويكرهك في حاجات، انا بقول حلال وحرام عشان الناس ما تلخبطش. يعني مثلا الرياضة مهمة قوي في الرجيم، 20 دقيقة في اليوم، اثناء الرجيم 40 دقيقة في اليوم ماشي سريع. طب انت خلصت وصلت لوزنك المثال، هقول لك امشي 20 دقيقة مدى الحياة تعيش ملك. تقول لي طب عندنا عيد، اقول لك يوم العيد تمشي 40 دقيقة. ده تثبيت زي التثبيت. التثبيت انك دماغك تتغير. شم النسيم، الناس كلها بتحتفل بيه وتلخبط في الاكل. طب ليه مش قبل شم النسيم اقعد يومين اكل اكل هادي سمعني، ويومين بعد شم النسيم اكل اكل هادي واحتفل بشم النسيم؟